اخوان الاعزاء، السلام عليكم، حياكم الله معنا من جديد. لازلنا موجودين في الدمام لتجربه سيارات بيجو 2020 الموجوده عندهم بعد ما استلمها الوكيل المجدوعي. السياره موجوده عندنا حاليا فئه 3008، سياره بالتاكيد الاخت الشقيقه الصغرى لبيجو 5008، لا زالت تحاكي نفس الفئه التصميميه الخاصه فيها في الواجهه الاماميه، الاضاءة الاماميه على تصميم شكل الناب الخاص بالاسد، وفي الاسفل عندنا انوار الضباب، الشبك الامامي من الكروم وعلامه بيجو بشكل بارز جدا، وعندنا الكاميرا الخاصه بنظام التوقف، ايضا في الاسفل عندنا مشتت الهواء السفلي، وايضا الشبك السفلي الخاص بالسياره. السياره الواجهه الاماميه الخاصه فيها تصميم جدا جميل ومميز مثل ما شفناه في شركه بيجو في سياراتها الاخرى 5008. تستمر الخطوط التصميميه حتى في جانب السياره تحاكي نفس التصاميم الخاصة بشركة بيجو شفناها فئة 5008. خطين متوازيين بالأعلى والأسفل، زيج من الكروم على السيارة وأسفلها، جي تي لاين بشكل بارز جدا رفع الخاص بالسيارة، زر خاص بفتح الأبواب. عندنا في الخلف زيج من الكروم في الأعلى معطي منظر جمالي للسيارة، ومن هنا من القزاز ليعطي إيحاء بأنه السقف مفصول عن السيارة نفسها أو ما يسمى بالسقف العائم. الإطارات حقت السيارة من نوع كونتيننتال مقاس 18 جنوط ألمنيوم، للفئة الموجودة عندنا حاليا اللي هي جي تي لاين تعتبر أفخم نوع من الفئة هذه. تستمر الخطوط التصميمية حتى في الواجهة الخلفية الخاصة بالسيارة. زي ما شايفين معايا سيارة فئة الجي تي لاين تجي الإضاءة الخاصة فيها باللون الأسود تعطي منظر جمالي جدا، ثلاث خطوط تمثل مخلب الأسد له شعار الشركة بالتأكيد. اسم السيارة صندوق الحقائب ومعاه فتحة من هنا لتفتح السيارة، وأيضا الكاميرا الخلفية الخاصة فيها. في الأعلى عندنا مشتت الهواء العلوي، أسفل السيارة زيج من الكروم على صدام اللي جاي باللون الأسود معاه الحساسات الخاصة بنظام التوقف، فتحتين من العادم للسيارة. تصميم السيارة بشكل عام تصميم جدا عصري وأنيق يحاكي فلسفة بيجو في السنوات الأخيرة. التصميم الداخلي الخاص بالسيارة يحاكي التصاميم اللي شفناها في سيارات بيجو الأخرى، نفس التصميم، اللمسة الجمالية الموجودة العصرية، نظام الآي درايف الخاص فيهم اللي يخلي وضع الدركسون موازية لصدر السائق، وأيضا لوحة الإعدادات موجودة مستوى النظر الخاص فيه، وفيها خيارات مثل وضعية الملاحة عشان ما توجه عين السائق وتلفت انتباهه عن الطريق بدل ما يلتفت على الشاشة الموجودة في المنتصف. تقدر بالتأكيد تغير فيها الوضعية الخاصة بالمعلومات الموجودة في الشاشة نفسها. عجلة القيادة نفس التصميم شفناه أيضا في سيارات بيجو في اللاين أب الخاص فيهم، اللي عندنا هنا فئة الجي تي لاين اللي تعتبر فئة أفخم نوع، موجود فيها زر تحكم بنظام الصوتي وغيره، وأيضا نظام الملاحة. وفي الخلف عندنا العصيان الخاصة بالجير وتبديلاته. شاشة المعلومات الخاصة بالسيارة على نظام التابلت 8 انش 8 بوصات، تصميم جميل جدا، التحكم فيها سهل. عندنا ايضا الازرار الخاصة بنظام التكييف ونظام الصوتي على وضعية البيانو اللي شفناها بسيارات بيجو الاخرى. زي ما احنا شايفين نفس الكونسولت الوسطي موجه بالكامل للسائق، حتى الازرار هذه علشان تكون سهلة الوصول لها اثناء قيادة السيارة وما يحتاج انه يلتهي عن الطريق او يصرف نظره عنه. في الداخل عندنا شاحن لاسلكي وايضا فتحه يو اس بي، الجير حق السياره باي واير، زر التشغيل، وضعيات القياده الخاصه فيها، طبعا السياره متوفره بنظام دفع امامي فقط، البريك الالكتروني، وايضا زر السبورت، الاكواب الخاصه، الحاملات الخاصه بالاكواب. الطبلون زي ما شفناه في السيارات الاخرى من شركه بيجو جلود مبطنة بالاسفنج ومعاها قماش في الخارج كنوع من الاهتمام بالبيئة وعدم توفير مواد ضارة للبيئة مثل الجلود وغيرها. الأبواب أيضا يستمر فيه التصميم الخاص بالسيارة مع تطريزات من الكروم، مقاعد من الجلد جلد نابة مطرز بتصميم جدا جميل وأنيق ومخرم للسيارة هذه. طبعا الفئة الأقل من هذه تجي مشروك بين الجلد والمخمل. تصميم السيارة من الداخل زي تصميم باقي سيارات بيجو، تصميم جدا جميل وعصري، وبالتأكيد
الطابع الأوروبي بشكل واضح جدا. الوصول إلى المقاعد في الخلف سهل جدا. المساحة المخصصة للركاب تعتبر جيدة لسيارة بنفس الفئة هذه. المقاعد عندنا موجودة هنا بفئة الجي تي لاين من الجلد المطرز، تصميمه جدا جميل وعنيق، مريحة في الجلوس. الديكورات الخاصة بالأبواب مستمرة من الكروم وأيضا القماش. نظام السمعي موجود عندنا اللي هي نظام فوكل المعروف. فتحتين من التكييف في الخلف وأيضا مدخل 12 فولت. تتمنى صراحة موجود مدخل يو اس بي في الخلف، ما أشوف إنه في مدخل موجود. بالتأكيد في الأعلى عندنا سقف بانورامي. أنظمة السلامة 6 إيرباج في أقل فئة موجودة في السيارة هذه. المحرك الخاص بالسيارة مثل موجود في أغلب فئات بيجو، محرك من 4 اسطوانات سعة 1.6 لتر بشاحن توربيني يولد قوة 162 حصان وعزم تدوير 230 نيوتن متر، مربوط مبدل سرعات من 6-7 مية. السيارة نظام دفع أمامي أساسي، حسب ما عرفت أنه ما يتوفر منها نظام دفع رباعي. بيجو 308 سيارة مشابهة في باقي سيارات بيجو اللي جربناها اليوم، من ناحية التصميم الداخلي، من ناحية جودة الخامات المستخدمة، من ناحية سهولة في الركوب داخل السيارة، وأيضا التقنيات المتوفرة فيها. السيارة ما أقدر نجربها لمسافة بعيدة. مبدئيا العزل الخاص حق السيارة فعلا يعزلني عن العالم الخارجي، العزل الأرضي أحتاج إلى أجربة، لكن حسب تجربتي لل 5008 وإذا كانت نفس العزل الموجود فيها يعتبر جيد إلى جيد جدا. بالنسبة للتجهيزات الخاصة بالسيارة من الداخل زي ما قلنا مشابهة للطرازات الأخرى، شاشات موجودة عندنا حقت خاصة بالعدادات وأيضا للوحة القيادة. التصميم عجبني في الفئة هذه أن لوحة العدادات وزرار التحكم كلها موجهة للسائق مايلة شوية عليه علشان يقدر بسهولة يوصل لها ويتحكم فيها بدون تعب وعنية. ركوب للسيارة المقاعد الخاصة فيها تعتبر جيدة، مساحتها مقبولة، تحكم فيها إلكترونيا للسائق الفئة الموجودة عندنا حاليا كهربائيا. السيارة تتوفر بثلاث طرازات، حتى الآن ما عندنا علم كامل بالأسعار. السعر متوقع يعني في السبعينات إلين بداية المية. السيارة توفر نظام سمعي من نوع فوكل، وأيضا تحكم بنظام تكييف نوع ياباني حسب الشركة، وكذلك الجير المستخدم بالسيارة جير ياباني. أداء السيارة مبدئيا مثل باقي السيارات اللي جربناها اليوم، أعتقد في نظري الشخصي محتاجة إلى مزيد من القوة. السيارة حجمها أصغر من 5008 لذلك ما حسيت كثير أن المحرك يعني يحتاج إلى قوة زيادة. يدي الغرض المطلوب من عنده، يساهم في اقتصادية الوقود بالتأكيد، لكن نطمح بمزيد من القوة. تبديلات الجير سلسة وناعمة، الجير الياباني حسب كلام الشركة أنه مصنع في اليابان، الاعتمادية أكبر مثل الكمبرسر الخاص فيها. انطباع المبدئي عن بيجو 308، السيارة بالتأكيد حصلت على نقلة نوعية في التصميم الداخلي والخارجي الخاص فيها. أنظمة السلامة والأمان المتوفرة فيها لما تتنازل عنها الشركات الأوروبية نقطة تحسب لها بالتأكيد. التجهيزات الداخلية، أنظمة السلامة زي ما قلنا، أنظمة الترفيه، اهتمامها بالتكييف وتوفير بكمبرسر ياباني أقصى قوة من الموجود في أوروبا بحوالي 25% زيادة، وأيضا بدل سرعات الجير الياباني. والمحرك طبعا الخاص بالشركة اللي هو 1.6 معروف باعتماديته، استخدمه من سنوات طويلة. ملاحظات شخصيا حاليا ما عندي ملاحظات واضحة، نحاول إن شاء الله نأخذ السيارة فترة أطول ونعطيكم انطباع أكبر عنها في المستقبل. ختاما إخوان الأعزاء، أتمنى تكون التجربة هذه عجبتكم، وأتمنى عدم تردد في طرح أي اقتراحات أو أراء تساهم في تطوير قناتنا، وبالتأكيد الاستفسارات ترغبون بالإجابة عليها، وتابعونا لكل موجود ومفيد في عالم السيارات. وإذا في خاطركم سيارة أعطونا خبر نجرب لكم إن شاء الله، نحاول جاهدين لتوفيرها. معكم أخوكم صالح الحمود من قناتكم كارز أند مور، سيارات وأكثر. تحياتي لكم.